ومن تقرير أشرف نبيل من الأقصر إلى تقرير إيمان حسن أيضا من الأقصر، حيث أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن حزمة قرارات مالية تستهدف تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية عن كاهل المصريين، حيث قرر السيد الرئيس توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بتنفيذ القرارات للتخفيف عن أعباء الظروف الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين. في إطار مكافحة الغلاء ودعم الفئات الفقيرة والمشمولة بنظام تكافل وكرامة وكذلك العاملين في الجهاز الإداري والمعاشات ونتيجة لاستمرار موجات التضخم والأزمات الاقتصادية، جاءت القرارات التي اتخذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كمساعدة في مجابهة تلك الاتجاهات التضخمية. الدولة بتحاول جاهدا في الفترة الأخيرة، طبعا اللي احنا شفناه برضو من قرارات زيادة الحد الأدنى وزيادة الأجور وزيادة المعاشات كان من فترة قريبة خلال شهر ابريل، واحنا خلال الفتره دي يعني في خلال فتره وجيزه جدا اصدر في خامه السيد الرئيس حقبات مختلفه لزياده الاسعار، بالرغم ان هذه المشاكل اسبابها الرئيسيه اسباب دوليه وليس اسباب داخليه داخل البلد. طبعا ملحوظ من ظاهره كورونا وتاثيرها الاقتصادي على العالم بصفه عامه، وايضا الحرب الروسيه الاوكرانيه وما لها من تاثير ايضا جسيم على الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي، لكن الدوله مشكوره بقيادتها السياسية بتساهم بقدر كبير جدا في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وده له مردود اقتصادي واجتماعي هام جدا. السياحة بنتكلم السائح بيجي يزور آثار، بيزور بيعمل أنشطة ترفيهية، بيعمل أنشطة سياحية مختلفة، لكن هو في الآخر بيتعامل مع أفراد المجتمع، ولما أفراد المجتمع يكون الروح المعنوية عندهم مرتفعة ويكون معدل الرضا النفسي مرتفع، ده بينعكس حتى في التعامل مع السائح، وده بيخلي السائح مش يجي مرة، لا يجي مرة واتنين وينصح غيره اللي ما جاش مصر يقول له انت لازم تروح تزور مصر. المقومات مش بس أثر وبحر وشط ومية، لا، المقومات دايما يقولك ان السياحة it's the land and the people، السياحة هي الارض والناس، فلما بتخلي المواطن مرتاح نفسيا ده اكيد هينعكس في التعامل مع غيره، مع حتى مع المصري اللي زيه ومع اكيد الاجنبي، لما تكون الحد مش مرتاح نفسيا اكيد برضو بينعكس بالسلب. احنا هنا كمكتبة مصر العامة في الاقصر حقيقة ساعدنا بالقرار الأخير وقرارات وحزمة القرارات الرئاسية، وحوار السيد الرئيس من بني سويف من صعيد مصر مع الناس وإحساسه بألم الناس وحزمة القرارات اللي هي نقدر تساعد المواطن كموظفين وكمزارعين وكتجار وكمقاولين، وكل الحزمة دي طبعا ومحدود الدخل هتأثر طبعا أكيد بالإيجاب، لأن احنا مقبلين على عام دراسي وجامعي والأسر والبيوت محتاجة طبعا، ومع غلاء الأسعار أعتقد هذه الحزمة إن شاء الله مزيد في الأيام القادمة مزيد من القرارات الإيجابية الرئاسية وسيادة الرئيس طبعا واهتمامه بالمواطنين، وإن شاء الله يشعر المواطن بهذه القرارات الإيجابية اللي هي هتصب طبعا في كل أسرة وفي كل مواطن. من محافظة الأقصر إيمان حسن.